عبتولي. عيون عبتولي. أنا حابة أقول لك إنه قررت أنا ورفيجاتي نسوي هنا حفلة. يعني عزيمة حريم. تعرف مو كل رفيجاتي قدروا يحضرون عرسي، اللي مسافرة اللي عندها شغل ما قدروا الكل، فحبوا إني يجون وبيهدوني هدية وعزمهم. حاضر يا عمري، تدللي البيت بيتك هذا، بس متى تبين وأي ساعة؟ حبيت تكون من 8 المساء إلا الفير. بس شش ليش؟ واحد ما عارف يطالع تلفزيون يربع الفير. أقول أشوف بلشت التوسعة الجغرافية بالبيت، دشيتي على الغرفة شوي على الصالة، الحين على صالة استقبال بعد، حال اللي قاصر. ها؟ أبريلي إيش قاعد تقول؟ قاعد أقول إن هذا بيتنا، بيت راحتي، هذا مكاني، أرجع من الدوام مرتاح باقض راحتي، ليش أدش في حريم أنا مستعمرة نسائية داش عليه؟ يا شمردل، يا بعد عمر، يا بعد شبدي، يوم واحد ما عليه تحمل خالتك هذه، ايش فيك انت؟ انت بس عتوله. عيون عتوله يعني عاتي؟ عاتي حبيبتي. بس في مشكله صغيره. شنو مشكله؟ يعني انا طالعت يمين يسار ماكو طبابيخ، ماكو خدم، يعني بننزل البوفيه منو بيقدم؟ بلا منو بيقدم؟ عفوا عليك، مين قالش ما في طبابيخ ما في خدم؟ البيت متروس طباخ بيخ وخدم، وين رحت انا؟ وين رحت يا مهرده؟ نقوم بالمطبخ ونقوم بالواجب ونطبخ لك ونسوي هالسلطات، عاد هذا متميز بالعصائر والسلطات، ونخدمكم بعيوني. هذه قبل هذه، ايش تبين بعد؟ هلا ابوي، ممنونه منك ومن ولدك شمندر. او الياس، ونعم من عندك. ها حكيت هذا بيت وانت يبا اذقل. لا هذا حركات قبل، اذقل ها، سوي لك موقف، خليك حازم، ترى المرة تحب العازم، انت حازم، انت وينك وين العزم؟ وبعدين بس انا بسمع هذا بس، ما بسمعك بيجي ولك عبالي، وما بيطالع، بطالعكم وبسمع.